يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج دورينا عبر أثير بي سي فما أكيد متواصلين معكم ومع اتصالاتكم، لكن زي ما نعرف هذه الفقرة دائما مخصصة لضيوفنا الكرام. اليوم أسعد بأن يكون معي الزميل العزيز والأستاذ القدير مبدع المحلل والصحفي ماجد الشيباني. حياك الله ماجد. يا هلا بك زميلي حاتم، مسي عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام. شكرا لحضورك، دائما منورنا والله بتعاملك الجميل ولطفك معنا يا ماجد. الله يسعدك اخوي حاتم، احنا مستمتعين سواء كمشاركين او حتى كمستمعين. طول لي بعمرك، ابدا معك الحديث عن الاخضر السعودي. يعني ما راح ندخل كثير في تفاصيل مباراه المنتخب اليمني، لكن بسال ماجد، هل وصلنا للشخصيه الفنيه للاخضر السعودي القائمه على كاريزما وهويه فنيه واضحه اضافه الى عناصر ثابته، ولا لسه احنا في مرحله مبكره قبل الحديث عن هذا الامر؟ هو بصراحة من الصعب أنك توصل لهذا الأمر وأنت كل فترة تغير لك مدرب وتأتي بمدرب أفكار مختلفة عشان توصل لهوية فنية واضحة بشكل فني ثابت مقنع على مدار فترة طويلة. تحتاج أول شيء الاستقرار الفني. يعني المنتخب السعودي الفترات الماضية السنوات الأخيرة مر عليه مدربين ممتازين كثير، يعني أي اسم منهم كنت راح تستقر معه كان راح يصنع لك هوية واضحة، ولكن للأسف فرطنا فيهم كلهم تقريبا، فان مارفيك أو حتى بيتزي. فأتمنى هذا الأمر ما يتكرر مع هيرفي رونار اليوم، يعني مدرب عند أفكار فنية جميلة جدا ولكن يحتاج وقت مع المنتخب وأتمنى الاستقرار على فترة أطول. جميل. طيب، هل مؤشرات أخضر رينارد واضحة بالنسبة لك كمحلل اليوم، ولا لسه هو في مرحلة تجريب إن صح التعبير؟ وصراحة الاختبارات الفعلية راح تكون في التصفيات النهائية، ولكن المؤشرات اللي أعطاها في الفترة الماضية أنا أعتقد أنها جيدة، وعلى الأقل تحفزك أنك تصبر على هذا المدرب وقت أطول. يعني الرجل عنده تجارب كثير ناجحة في أفريقيا من منتخبات يعني أقل إمكانات صراحة من السعودية، فهذه كلها أشياء محفزة تخليك أنك تصبر على هذا الرجل وقت أطول. وأساسا أنت في حاجة أنك تصبر على مدرب واحد فترة طويلة، أنت ما وضعته في هذا المكان إلا وأنت تثق فيه، فأعطيه المساحة الكافية أنه يعمل حتى تشوف بصماته بشكل أوضح في المستقبل. جميل. طيب، أنت تعتقد أنه ممكن نشاهد عناصر جديدة في تشكيلة المنتخب خلال الفترة المقبلة؟ أنا أتكلم كعناصر أساسية، يعني مش التغيير اللي يصير على اللاعبين بشكل مستمر. هو في عناصر أساسية أتوقع الفترة القادمة راح تأخذ فرصتها من اللاعبين الشبان، يعني لولا الإصابة أنا أتوقع عبدالله العمري اليوم كان راح يكون موجود، وهو واحد من أهم مركز اللي يبني على الفترة القادمة. بديل عبدالله العمري الليلة راح يكون حسن تنبكتي، كلها أسماء شابة راح نشوفها إن شاء الله في أولمبياد طوكيو بعد أشهر. فأنا أعتقد إن في مؤشرات الأسماء شابة كثير راح تأخذ مساحتها في هذا المنتخب، حتى في خط الأمامي سواء خالد الغنام عبد الرحمن غريب أو غيرهم. يعني من هذا الناحية الأمر مبشر صراحة. جميل. مبشر من ناحية أنه راح تكون في إن شاء الله هوية أجمل وأفضل ومنتخب أقوى بإذن الله، ولكن أرجع وأقول بشرط الاستقرار على هيرفي رونار وقت أطول. كثر تغيير المدربين هذه تضر المنتخب أكثر مما تفيد بكثير. من أبرز عناصر الخبرة اللي يعتمد عليهم المنتخب اليوم في مسيرته القادمة؟ سلمان، سالم، محمد. نعم، هم الركائز اللي وصلت كل كأس العالم صراحة. سالم، سلمان، ياسر، وحتى ممكن محمد البريك، هذه هي أبرز الأسماء، هي اللي كانت أساسا مؤثرة في وصول كأس العالم الأخير، وأعتقد أنها هي أهم الأسماء اليوم كخبرة اللي موجودة على المنتخب. جميل. طيب، في حراسة المرمى عندنا مشاكل؟ للأسف جدا مشاكل كبيرة. يعني صراحة الحارس رقم واحد محمد العويس استقبل في الدوري 53 هدف، الحارس الآخر عبد الله العويشير استقبل في الدوري 55 هدف، الحارس حتى الثالث الربيعي أو حتى زيد بواردي في الشباب 33 هدف، صراحة أرقام كبيرة جدا. بس يعني هذه مرتبطة في الدفاعات ماجد ولا لا؟ وأيضا حتى على مستوى الحراسة، يعني الحراس نفسهم كان ممكن يكون عندهم ردة فعل أكبر. خليني أقول لك بس تعليقنا على هذه النقطة، أن قروهي حارس الاتحاد هو واحد من أكثر الحراس اللي يتعرض للهجمات على مدار مباراة الدوري، ولكن مع ذلك أرقام الاتحاد الدفاعية جيدة بفضل وجود حارس قيمته. قيمته الفنية عالية كحارس. إيه طبعا، يعني طبعا بدون أدنى شك. فصراحة مركز الحراسة هو أكثر مركز يطلق في هذا المنتخب. والهجوم على الأقل عندك مؤشرات فيه، يعني آخر مباراة لعب فيها صالح الشهري قدم أداء جيد وسجل أكثر من هدف، ففيه مؤشرات طيبة. وحتى عبد الله الحمدان هو واحد من أكثر الأسماء اللي يبنى عليها المستقبل. أنا أشوف أنه رغم النواقص اللي في خط الهجوم ولكن على الأقل أفضل من الحراسة لما تقارنهم باسم باسم. لكن مصدر قوتنا في مركز الوسط بالنسبة للمنتخب؟ هي مركزين اللي فيها وفرة لاعبين، مركز الوسط تحديدا الجناح الأيسر ومركز الظهير الأيمن. بعد ذلك فيه كم مركز فيها نواقص واضحة، يعني زي مثلا الظهير هو الأيسر هو لاعب واحد فقط ياسر الشهراني، زي الحراسة فيها نقص كبير صراحة. أما الجناح الأيسر ما شاء الله والظهير الأيمن فيها وفرة لاعبين بكثرة صراحة. جميل. أنت متفائل إن شاء الله في الأخضر مستقبلا في التصفيات هذه والتصفيات النهائية ماجد؟
بإذن الله هو مفترض التصفيات هذه مفترض أنك تعدي كمتصدر لمجموعتك، مع أن اللقاء الأخير مع أوزبكستان ما راح يكون سهل، ولكن تستضيف في ملعبك واليوم أنت متصدر فارق نقطتين، يعني أقل شيء نطلب منك أنك تتأهل عن هذه التصفيات كمتصدر. جميل. تصفيات النهائية لها حسابات الأخرى إن شاء الله. طيب برجع معك للمنافسات المحلية، في أخبار أمس كما جاء في الشرق الأوسط أنه في طلب لزيادة عدد الفرق، وهالطلب يعني قوبل كمقترح وراح يحول الجهات ذات العلاقة. هل الطلب والمقترح بيخدم دورينا ولا ممكن إشكاليات أكثر من فايدته لو تم ماجد؟ أنا صراحة تواقل لهذا الأمر من أكثر من ناحية. أولا أنت عندك أكثر من 150 نادي سعودي في السجلات الرسمية، يعني على الأقل مفترض يكون دوريك الأساسي مفترض يكون 20 فريق كأقل تقدير، يعني مثلك مثل الدوريات الكبرى في العالم. هذا أمر. الأمر الآخر أن أساسا الأندية اللي هبطت هذا الموسم صراحة اثنين من هذه الأندية لها ثقل كبير جدا في الدوري، سواء الوحدة والقادسية، يعني الناديين لهم تاريخ كبير، لهم عراقة، أصحاب ندية ضد الفرق الكبرى، أسماء شابة كثير يخرجون هذين الناديين ويصدروا مواهب كثرة. فأنا أتمنى صراحة أن الدوري ما يخسر لا الوحدة ولا حتى القادسية، وفي هامش أشوف أن في هامش أنك تقدر تزيد الأندية الموسم القادم، الفرصة مناسبة. لكن القيمة الفنية راح تكون عالية ولا راح يكون مرهق؟ أنا أشوف أن العدد المباريات الآن قليل، أنت أول شيء أنك نظمت مسابقاتك قبل سنتين لما تخلصت من بطولات الكأس اللي كانت أكثر من اللازم، يعني صار عندك دوري وكأس فقط، فالآن عندك مساحة أنك تزيد عدد الأندية في الدوري بحكم أنك تملك بطولتين فقط مثلك مثل أغلب الدوريات العالمية. جميل. طيب على صعيد الأندية السعودية، لو سألتك أكثر فريق جاهز للمنافسة بشكل جيد للموسم المقبل يحتاج فقط لتطعيمات بسيطة؟ أنا أقول إنه بدون شك اللي هو الهلال، وحتى أيضا الفيصلي بطل الكأس، وممكن برضه معهم الاتحاد الشباب، هذا أكثر الأندية اللي ما راح أقول لك أنها مقنعة لأن ما في فريق مقنع على مدار الموسم الماضي فنيا، ولكن كانت قريبة من الإقناع، يعني هي أفضل الأندية الموسم الماضي، فعلى الأقل هذه الأندية كلها محتاجة، وبالذات أن أغلبها مستقر على معظم الأسماء الأجنبية، فمحتاجة كم لمسة بس، لمسة لمستين، فأعتقد أن هامش التغيير فيها راح يكون قليل في الأندية اللي ذكرت. جميل. وأكثر نادي يحتاج إلى تغيير كبير جدا في صفوفه، ونتكلم عن الأندية المنافسة والقوية ماجد. أول اسم يتبادل للذهن بدون شك الأهلي، طبعا إدارة جديدة، إدارة كرة أيضا جديدة، واستراتيجية مختلفة للأهلي الموسم القادم. أنا أعتقد أن عدد الأسماء الأجانب اللي راح يتغير في الأهلي كبير، ما راح يقل عن 5 أسماء. جميل. والنصر؟ النصر يمكن تكون حدث التغيير أقل بحكم أن المدرب من الموسم الماضي مانو مينيزيس راح يكون في تغيير، ولكن أعتقد أنها أقل من الأهلي. النصر عناصر المحلية جيدة؟ عناصر المحلية ممتازة مش جيدة فقط، ولكن بحاجة وقت أطول تمرس أكبر في البطولات. النصر العناصر المحلية الموسم الماضي ما خدمتها ظروف كثيرة وتفاصيل كثيرة في الموسم، ولكن هذه العناصر نفسها مع مرور الوقت مع اكتساب الشخصية والخبرة والفوز ببطولات أعتقد أن مستقبلها كبير. جميل. طيب لو سألتك أيضا زميلي ماجد الشيباني، ما القيمة الفنية اللي يحملها جارديم المدرب البرتغالي الجديد لنادي الهلال؟ هو صراحة من أهم الأسماء في أوروبا إلى فترة قريبة، يعني أنا أعتقد أن لولا التوقف في مسيرته السنة الماضية ما كان ممكن نشوف مثل هذا الاسم في دورينا على الأقل الفترة الحالية. الرجل صاحب نجاحات كبيرة سواء مع موناكو حتى في الدوري البرتغالي، نجاحات ملموسة، ورجل عنده فعلا سي في كبير، عنده قدرة كبيرة على تطوير اللعيبة الشبان، وأعتقد أنه حقق نجاحات ملموسة لما تفوز الدوري مع موناكو في ظل وجود صرف كبير منافس اسمه باريس سان جيرمان. أنا أعتقد أن هذا ما هو أي مدرب قادر على تحقيق هذا الأمر، فاسم كبير صراحة ينتظر الموسم القادم في دورينا. جميل. أثرت عليه موضوع التوقف؟ طبعا بدون شك، أنا أعتقد أن مثل هذا الاسم أساسا ما كان راح يجي هنا، وحنا شفنا صراحة النصر حاول يتعاقد معه قبل موسمين، ولكن التوقف هذا هو اللي ممكن مهد الفكرة انه يكون في الدورين الموسم القادم. جميل. طيب اخيرا زميلي ماجد الشيباني، احنا شفنا الشباب خطف شاموسكا، في احاديث انه الاهلي يفكر بهاسي مدرب الرايد، لماذا بدأت الاندية تنتقل الى مدربين الفرق اللي في الدوري السعودي؟ اشوف الاستراتيجية مختلفة، انا اعتقد ان استراتيجية اتخاذ البلطان هذه من فترة طويلة من العام الماضي او حتى من قبله، هو يركز على الخيارات اللي موجودة في الدوري سواء كمدربين أو حتى كلاعبين أجانب اقترنس أكثر من اسم من داخل الدوري. الأهلي أنا أعتقد أن الإدارة الفنية وشخص مثل موسى الحيان، أنا أعتقد أنه عنده ثقة كبيرة في الكرة اللي كان يقدمها هاسي، وهاسي فعلا كان يقدم كرة ممتازة على مدار الموسمين الماضيين، فأعتقد أن في قناعة كبيرة بإمكانات هاسي وإضافة ممكن يحدثها لو وصل الأهلي.